ايش؟ بأعيننا رحمك الله، يعني برعايتنا وبحفظنا. لا لا، لابد ان نفسرها بالله، بظاهر الله. ولو فسرها الا انسان بيقول برعايتنا باعيننا، لانه لو لم ياتي باعيننا صار تاويل، صار تاويل، لان الرعايه لازم منها العين. نعم، فاذا قال انسان تجري مثل بمرء منا، بمرء منا، نقول الرؤيه بماذا تكون؟ بالعين. فإما أن يفسر مرأة منا أي بأعيننا، نراها بأعيننا، أو أحسن وأوضح أن يقول بمرأة منا بأعيننا، يؤكد.